واش الخول، السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. كنتمنى اخوتكم كاملين مزيان وانتم تتفرجوا على الفيديو. وقبل ما نبدا الفيديو تري مزيان واحد اللايك وواحد سبسكرايب وتبارطاجي مع صحابك هذا الفيديو. واش خلينا نجيكم تحت الدراري، واليوم تري كما قلت لكم في الفيديو اللي فات ندير لكم الطريقه كيفاش ديروا تحديث على اي نسخه كيف ما بغات تكون. مش اي نسخه كتلعب بها وعزيز عليك وما بغيتيش تشارجي شي نسخه اخرى فيها في الفايل موجود داكشي، تقدر دير الطريقه اللي تعودنا نديروها شحال هذيك الايامات عندي شحال قبل ما المهم راكم عارفين. نبقى نقول لكم الطريقه الدراري ايزي ساهله، عاد تسجلنا حتى تدقيقات المكانه وطريقة بسيطه. سو نطولش عليكم دوز الفيديو ديالنا. سو اول حاجه غادي نديرو هي غنسدو الماركه ديالنا اللي ما فيهاش فري فاير ولا فيها التحديث القديم ولا اني وقت مسوقناش، غادي نسدوها وغنحط لكم هاد القيادة ديسكريبشن الدراري. هذا هو تحديث فيه الفيكا والفيسبوك، اللي عنده جوجل هو غادي نحطو ليه في فيسبوك وفيكا وجوجل فيهم كاملين. ممكن نجيب هاد الاكتيفيزاسيون هذا وكندير ليه دوبل كليك بحال الشكل هذا وكدير اكسبتي، صافي ساهله ما باقي ما درنا شي حاجه. المهم غنحيدو هنا هادشي هذا غنحطو في جنيرال الخيار هذا. هنا هادي هي النسخه ديالنا ما فيهاش فري فاير ولا فيها التحديث القديم. غنضربو كليك دروات غدير اوبن فايل لوكيشن، ساهله مهله ياك. غدير اوبن فايل لوكيشن بحال الشكل هذا، غتلقى هنا بزاف ديال التوصيات ديالك وتخرج ياك. غتبرك هنايا ان جاين بحال هكا، هنايا غتبرك هنايا غالبا غتلقاها مكتوبه بروجيكتيتا غالبا، هنا ما طالعش بروجيكتيتا. المهم كيطلع لك هنا الاندرويد اف اس، هنا ان جاين، هنا ان انستول، داكشي فهمتي. شنو غدير تجي هنا غادي تبرك كليك بحال هكا، كليك واحد طق غتكوبي ليا هاد لوليا، دير لي كوبي ساهلة. غتبرك بحال هكا غادي تكوبي هاد لوليا، في حتى شي حاجة المشكلة ولا شي حاجة. المهم عقاد غادي يشبه لك انجايم اندرويد اف اس، كوبي هاد لوليا. غتجي هنايا غدير كولي ولا باس بهاد الشكل هذا، ساهلة بهادا. وغدير انستول وكيما كتشوف داكشي دغيا غادي يمشي، غادي يتانستال معاك هادي داكشي. واللي كيسولك كيفاش العمليه ديال هذا، المهم هذا الاندرويد اف اس بحال قلت لك يتحيد وكيرجع في بلاصو. هذا الاكتيفيز هو هذا الاندرويد اف اس ساهل. سو دابا حنا غادي ندخلو الانجاين وندخلو اللانشر كما كتشوفوا. صافي ايزي تا الخوت كيما كتشوفو معانا هنا فري فاير الدراري بكل سهولة. سوا الدراري هادشي لي كان في هاد الفيديو، نتمنى يكون عجبكم الفيديو الدراري. متنساوش باللايك والسبسكرايب الدراري لي مزال مزال سبسكرايب. أو نتمنى الدراري نرجعو للريجيم ديالنا كيفما كنا في الأول، نلحقكم فيديو جداد فيديوهات جداد في شي حاجة مختلفة على داكشي لي كي في العادة كيما كنا في هاد الأيام هادا الدراري. ونتمنى تسيبورتيونا في هاد الفترة هادي الدراري لي غابرين على يوتيوب. و هادشي اللي كان في هاد الفيديو، تلاقاو في الفيديو الجاي.